أرتيم هيا للأعلى. أي أعلى؟ إلى الأسفل. هيا هيا بنات اخسروا الوزن، أريدكم أن تلبسوا التنورات وليس الجينز. الصيف القادم يجب أن تكونوا جميلات. أتعلمون ماذا أولاد؟ نحن جميلات. هل رأيتم المشجعات يرتدون التنورات وأنتم؟ هيا بنات اخسروا الوزن. هيا ماروسي أريدك في الصيف أن تطيري كالفراشة بالتنورة. جوني أريد أن أحملك بين ذراعي. أو أرتيم ألا تحب أن أحملك بين ذراعي؟ ما الفرق إن كان الشاب من يحمل الفتاة أو الفتاة من تحمل الشاب؟ حسناً بنات لا أعلم بخصوصكم، لكن أريد أن أبدو جميلة سأذهب لأتمرن. أوجيجي قادمة. إذن شباب أخفضوا العصا، أنا مستعدة للقرفصاء. حسناً بنات انظروا جيجي شجاعة. شجاعتي 7 8. أجل باتريك أنا لك فقط 9. حسناً انظري لجيجي دائماً الأولى لنريها كيف تكون القرفصاء. هيا إذن جيجي أخلي المكان، سنقوم بالقرفصاء. حسناً بنات هيا، لأن أمامنا تمرين آخر سنقوم به. أوه اذهبي جيجي ماروسيا هيا. لما أنا الأولى؟ هيا هيا بنات لقد أنزلت العصا. إنه ليس منخفض. هيا 1 ماروسيا افعليها، 2 افعليها. إذن ماروسيا هيا. حسناً الآن أنا، لقد فعلتها عدة مرات. أوه. كفى بنات توقفوا عن الشجار لأنني أريد أن أقوم بتمرين آخر. 6 ماروسيا، 7 ماروسيا. ماروسيا هيا هيا ابتعدي. جولي أنا أريد أن أطيرك الفراشة. أجل تطيري. 8 ماروسيا. هيا جولي. هيا جولي أريهم قدرتك. أرتيم تريد أن تمسك بالعصا؟ صحيح بنات انهضوا، حان وقت المهمة الثانية. الدراجة. هذا سهل، أحد سيمسك دراجتي. كفى ماروسيا سنرى ذلك. هيا بنات. أرأيتم تقوية الوركين؟ والآن الساقين. أوه بنات انظروا انظروا لساقيهم. بما أنهم قووا ساقيهم فلنقوي نحن أفخاذنا. أوه ما هذا؟ أفخاذ قوية. أعقب سيجارة. توقف باتريك لم أسمع. هل أنا أعقب السيجارة؟ سألقنك درسا الآن. جيجي لا، أنت لديك أفضل ساقين. تبا جولي كل شيء يؤلمني، هل تتألمين أيضا؟ آها أتألم، أشعر بقدماي تحترقان. هيا بنات تشجعوا، أروا المشجعات قوتكم. حسنا بنات لا أعلم حقا ما سأفعله مع لاعب السلة. ديانا ماذا حدث؟ لما أنت غاضبة؟ بنات تريدون أن تعلموا لما أنا غاضبة؟ أجل لأن هذا فظيع، لاعب السلة يتحكم بأي خطوة أفعلها. ماذا كيف يتحكم؟ إنه يتصل بك ويسأل أين أنت، هذا عادي. صحيح ديانا، ربما أنت تعطيه سببا ليغار. لا بنات لا، أنا لم أعطيه أي سبب ليغار. حسناً إذن كيف يتحكم بأي خطوة تفعلينها؟ كيف يتحكم؟ سأخبركم الآن بنات. حسناً إنه يتصل بي باستمرار كل 5 دقائق ويتفحص هاتفي ورسائلي، ويعرف كل من أرسل له الرسائل. هذا كل شيء. وأيضاً أتعلمون ما الذي قاله؟ أخبرني بأن أرمي كل ملابسي وأن أقص شعري ليصبح قصيراً أيضاً. تباً بنات هذا فظيع. حسناً أنا لست فتاة قديمة. حسناً ديانا ربما هذا طبيعي، إنه يحبك ويقلق. أجل بنات إنه يقلق، هذا فظيع حقاً. أنا لا أبلغ 6 سنوات لأرتدي التنانير قصيرة وقمصان. أجل ديانا معك حق، هذا حقاً فظيع. إن أخبرني هذا بروفاسي سأجره فوراً. حسناً ديانا في سبيل الحب يمكنك أن ترتدي فستاناً. ناسي هل أنت جادة؟ أجل بنات بالطبع أفهم كل شيء، لكن أنا قص شعري إلى أن يصل لكتفي، فهذا حقا جنون. ديانا لا أفهم، ألا تحبين قصة شعري؟ ناسيا هذا ليس بخصوص شعرك. ناسيا قصة شعرك تخصك أنت وقصة شعري تخصني أنا. لدي شعر طويل لا أستطيع أن أقصه أبدا. أتعلمون بنات ما الذي قاله لي سمايلك؟ إن لم أقص شعري وأرمي كل ملابسي فسوف يتركني. من الجيد أنه لا يوجد لدي أي صديق أبداً. آها نتحدث مع من نريد ونتمشى مع من نريد ونرتدي كل ما نريد، لا أحد يحدد أي تسريحة شعر لنا. ديانا وأنت تحكمي بسمايلك، دعيه لا يرتدي بدلته الجميلة، دعيه يرتدي بدلة مدير مطعم مدرستنا. أجل بنات أعلم أن هذا مضحك جداً، لكن سأحاول أن أقاوم غيرته تلك، لا أحد سيتحكم بي.
حسناً ديانا، سنساعدك، سنرجع عقل سمايلك في مكانه. بالمناسبة ديانا، اهتمي بسمايلك وإلا سيتركك وسيجد فتاة بسرعة تأخذ مكانك. آه، يوجد البديل. بنات، هل تمزحون معي الآن؟ بنات اصمتوا، أنتم ليس لديكم أصدقاء لذا لا تفهمون هذا. أها، انظري فقط، ناسيا يا لها من علاقة متينة. أها، أرى ذلك. سمايلك، رأيت ديانا؟ مستحيل أن تفعل ذلك. بروفاسي، ألا ترى التنانير القصيرة التي يرتدونها والقمصان؟ والصيف قادم، هل سيمشون عورات؟ إنهم في 16 من عمرهم، عليهم ارتداء فستان جداتهم؟ هكذا بروفاسي، أنت أحمق. إذن عندما تبدأ يانا بمواعدة لاعب كرة القدم، عندها سأنظر لك. أجل، صحيح، ألاحظ أن هناك من ينظر ليانا. حسنا، نتعلم ماذا يجب أن نتحكم بكل خطوة. وكيف ذلك، يجب أن نطاردهم؟ أوه بروفاسي، لازلت صغيرا، هيا سأشرح لك كل شيء. أنت تمشي باستمرار في البهو، والجميع يريد أن يلمس كرتك بأيديهم القذرة. حسنا كيف أجابت؟ ديما، بماذا أجابت؟ حسنا كيف قالت مجعدة الشعر أنني لا شيء، والشقراء أعجبت بي، إنه مستعدات لمقابلتنا. ديما، أحقا قبلوا؟ أجل، لكن ليس لدي المال لأخرج معهم في موعد. وأنت؟ ديما، ليس لدي أيضا، سنجد أحدا نقترض منه. كيف، إنهم رائعات، لن تفلت بمئة دولار. علينا أن نأخذهم لمطعم فاخر، لقد أخبرناهم أن عمرنا 18 سنة. لدي فكرة، يمكننا أن نبيع هذه الكرة ونشتري واحدة مزيفة، المدرب لن يشك. هل جننت؟ إن اكتشف المدرب أننا بعنا الكرة واشترينا أخرى، هل تعلم ماذا سيحدث؟ حسنا، إذن الموعد مع الجميلات سيلغى، أيعجبك هذا الاقتراح؟ أحببت المجعدة. حسنا، سأتصل بجدتي، ربما ستساعدنا. كيف، أنت أيضا خذ بعض المال معك. حسنا، مال المطعم منك ومال الترام مني. كيف، هل جننت؟ مرحبا جدتي، كيف حالك؟ هل زرعت البطاطس؟ اسأل عن صحتها، ربما تحتاج للمساعدة في الذهاب للمتجر أو زرع البطاطس. جدتي، كيف هي صحتك؟ هل أساعدك في زرع البطاطس؟ لما تقولين أنني أحتاج المال؟ حسنا، واضح أنها لن تعطيك المال. حسنا جدتي، ناوليني جدي أفضل. حسنا، هل تمرنتم؟ هذا كان مجرد إحماء، سنتمرن كل يوم. أجل، تمارين صعبة ومجهدة. باتريك، يؤلمني كل شيء. جيجي، لا بأس، ستكونين أكثر جمالا. ساقي تؤلمني كثيرا، ربما بسبب ذاك التمرين. أرتيم، أرتيم، لا أستطيع أن أنهض. جوني، عندما تخسرين الوزن سأحملك بين ذراعي، لكن الآن أنا آسف. ما الذي يحدث؟ أوه، لقد جاءوا صاحبات التنانير القصيرة، لا يفهمون ما الذي يحدث، إنهم يغارون منا. حسنا جيجي، أريهم أنك نجمة المدرسة قريبا. أها باتريك، سأريكم قريبا. اذهب عند جوني وأنقذها. أجل، تبا جوني تتمرن بقوة. من فضلكم أخلوا قاعتنا للرياضة. حسنا، هنالك قاعة أخرى للرياضة لأجلكم. ما الذي نسيتموه هنا؟ هل قررتم أن تصبحوا مشجعات؟ إيه، سنرحل الآن، ألا تروا أننا نتمرن بجدية؟ هل سمعتم بنات يتمرنون بجدية؟ أها. ديانا، أين هو صديقك؟ سيأتي الآن. يانا، لا أعلم ماذا سأخبره بخصوص أنني لا أريد أن أقص شعري. ديانا، اهدئي، أنا وسمايلك سنحل كل شيء. أمل ذلك يانا. واحد، اثنان، ثلاثة. أسمعت، إنها لا تريد أن تقص شعرها. بما أنها لا تريد أن تقص شعرها فهي لا تحب سمايلك. سبعة، بنات، سمعت أنكم تتحدثون عني، أغلقوا أفواهكم، لنتمرن. أنتم لا تفهمون أي شيء في العلاقات. مرحبا. مرحبا، هل تتمرنين يانا؟ ستة، سبعة. يانا تعالي. ديانا الآن. مرحبا عزيزي. سمايلك، أيمكنني التحدث معك؟ لا يانا، أود التحدث معك. بروفاسي، ماذا هناك؟ سمايلك، أود التحدث معك بأمر جاد. طب يانا، هيا، لا أريد أن أقص شعري. أجل، الآن يانا ستشرح لسمايلك كيف يجب أن يتعامل مع ديانا. أجل، لكنها لن تنجح. بروفاسي، ماذا هناك؟ الهاتف، أريد أن أعرف من الذين ترسلين لهم. ماذا بروفاسي؟ سأقرأ كل رسائلك في الخاص. ديانا، ألا يمكنك أن تتحدثي مع بروفاسي؟ ديانا، أنا مصدومة أيضا، ما هذا؟ بروفاسي أيضا. إنهم صديقان، لقد تآمروا. ديانا، لم تقصي شعرك بعد؟ حسنا سمايلك، لا أريد أن أقص شعري. أتريدين أن توعديني؟ إذن عليك أن تقصي شعرك كالجدة يوغا، الجميع هنا ينظر لشعرك. ماذا؟
خلاص مالك يحب الجد يوغا؟ في الأول أخبرتني أنه رائع وأنيق، والآن أصبحت تخبرني بأن أجعل شعري قصيراً؟ حسناً، جميع القمصان والتنانير في القمامة لكي لا أراه مجدداً. بروفاسي، ما خطبك؟ إنها بدلة المشجعات، لا أستطيع أن أرميها في القمامة. أتريدين أن تواعديني؟ أجل، هذا يعني أن تضيفي متراً آخر على تنورتك. بروفاسي، هذا مستحيل. هيا، الهاتف هنا، أريد أن أعرف مع من تتحدثين. إذن بمن اتصلت مع الثامنة؟ سمايلك، هذه مكالمة صوتية من المعلمة. والتاسعة؟ هذه معلمة الرياضيات. إذن لمن أرسلت الرسالة؟ سمايلك، ألا تعرف كيف تقرأ؟ مكتوب هناك، أمي أخبرتها بما ستشتريه من المتجر. حسناً، جيد، الآن سأتفحص هاتفك كل يوم. إذن اتصلت بجديك وأمك وأبيك وأخوك وأنا. أجل بروفاسي، لم أتصل بأحد آخر. ولمن أرسلت منذ شهور عزيزي الرائع؟ بروفاسي، منذ 6 أشهر كانت لدي علاقة مختلفة. ولما كانت لديك علاقة منذ 6 أشهر؟ بروفاسي، وأنت ألم تكن بأية علاقة؟ يانا، أنا هو أنا وأنت هي أنت. حسناً، سأسامحك للمرة الأولى. ناسيا، فهمت شيئاً واحداً، الرياضيون فظيعون حقاً. أها، ليالي أنت محقة في كلامك، إنهم فظيعون حقاً. أها، جيداً، أننا لسنا مرتبطات بالرياضيين. ماذا صديقي؟ حسناً، أنا الآن أتحكم بيانا. كم هذا رائع. أها، يانا، أمل أن تكوني فهمتي. ديانا، أنتظرك غداً بقصة شعر قصيرة. ديانا، ما كان هذا؟ أجل يانا، ما كان هذا؟ لقد وعدتني بأن تصلح الأمر. ديانا، ألا ترين أن بروفاسي يتصرف بشكل نفسه؟ ديانا، ننتظرك غداً بقصة شعر قصيرة. بنات، هيا لنكمل التدريب الآن. أها، حسناً شباب، ضعوا إعجاباً واشتركوا في القناة وترقبوا الحلقات القادمة، ودعا للجميع. I'm gonna get it.